مرحبا، أنا اسمي روبن الخير وأنا مديرة مشتركة الاجتماعي في فيفيد هوسبيتال. أنا اليوم تقدمت وخدت اللقاح الثاني للكوفيد فاكسين. أنا أخذت اللقاح مشان أحمي نفسي وأحمي المحبين اللي عندي وأحمي المجتمع كليته. أنا بشجع الجميع أنه يتقدموا وياخذوا اللقاح كمان ليحموا حالهم ويحموا اللي بيحبوهم ويحموا المجتمع اللي عنا. كان اللقاح كتير هين وسهل وما كان في وجع أبدا، فبشجع الجميع أنه يتقدموا لصحة الجميع. شكرا. Hi everyone, my name is Robyn El-Khair. I'm the Community Participation Manager at Fairfield Hospital. Today I came and I took my second dose vaccine. It was easy and pain-free. I took the vaccine to protect myself, my family, my loved ones and the community, and I encourage all of you to do the same. We're all in this together, so let's roll up our sleeves and get vaccinated.